وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. في البداية نوجه لك التهنئة ولكل امرأة بحرينية بهذا اليوم. لو تحدثينا عن الدور الذي تقوم به المرأة البحرينية في التنمية الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية دعينا أن احنا نثمن أيضا ونقدر دعم ومساندة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الله يحفظه وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونخص صاحبة السمو الملكي الأميرة تبيتة بنت إبراهيم آل خليفة حقيقة لما تحقق لنا من مكتسبات اكتنت وارتكزت على منظومة تشريعية نفخر فيها ضمنت هذه الحقوق النوعية، خاصة وأن مساهمة المرأة اليوم في التنمية مرتبطة بمؤشر تقدمها، ماذا عمل لرفع وبناء قدراتها، أيضا مجالات التعليم وخلق التوازن بين الجنسين والمساواة في الحقوق أمام القانون. كل هذا الأمر يضعنا اليوم إحنا كنساء بحرينيات بخبرتنا ومؤهلاتنا العلمية أمام مسؤولية وطنية مقابل الحصول على كل تلك المكتسبات، في واجب المشاركة في العمل المؤسسي لرسم وتحقيق السياسات والخطط والبرامج التنموية الوطنية، للإسهام في رفع مستويات ومؤشرات الأداء في كافة القطاعات عبر عملنا في مؤسسات الدولة الدستورية، وأيضا شغلنا للوظائف سواء في القطاعين العام والخاص. ونأكد طبعا أن هذا الإسهام في التنمية جاء بشكل متواتر وله شواهد طبعا تاريخيا وما تعاقبت عليه الإرادة السياسية في كفالة مبدأ دستوري هام، وهو التوفيق ما بين المشاركة في الشأن العام والتوفيق ما بين الحياة الأسرية. فموضوع التنمية جاء شعار للمرأة البحرينية في هذه السنة، وهو فعلا وضعنا أمام تقدم ملحوظ حتى في الرسالة الموجهة بموجب هذا الشعار، بأن كما تقدمنا بموجب هذه الحقوق يقع علينا واجب رفعة اسم البحرين وتحمل المسؤولية بالشراكة مع رجال الوطن في بناء مسيرة هذه البلد القالية. نعم، تمنياتنا لكم بكل التوفيق سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. شكرا جزيلا لكِ.